اخاي ديالي ما كاين لا اقبال لا والو، راه بنادم بوبري مقاصح ومضروبه في صالح الطن، راه الله يحسن العون اخر. ودابا نعطيك مثال بسيط، كادي مخلصه ب 45 درهم، كتكون بنادم ب 5000، واش تقول له 45 درهم؟ تقول له 40 درهم و100 درهم، راه الله يحسن العون. انا كنبيع وكنشري ما نقدرش نديها انت، واش فهمتيني؟ الله يحسن العون، بنادم مقاصح. بنادم مقاصح الله يحسن العون، كورونا زادت غير كسب الناس. مسؤولين المرضي اللي في البحار اللي كيتباع الحوت، ودابا في اوروبا كتباع كدي كتباع 3 الاورو ني كتمن 5 الاورو، الله يحسن العون، بنادم مقصح، بنادم ضروبه في صالح الطام. بزاف الحوت غالي، لا حتى حنا عندنا ملي كنهودو من مرسى كنجيبو الحوت غالي، يعني حنا كنشريوه غالي وكنبيعو للناس غالي، ماشي كنشريوه بان حنا كنبيعو الغلا، لا حنا كنشريو الحوت غالي. مثلا دابا شفتو 500 درهم، من 125 درهم نكير، يعني شحال خصنا نبيعو؟ 30 درهم، فهمتيني؟ كان باليوم 1200 درهم شريت 120000 فرن، شحال كنبيعوها 90 درهم يكون 80 درهم، يعني واش 700 درهم عم بيعي بسي 50 درهم، فهمتي اللعبة كيفاش؟ إذا حنا ما عندنا تادم اللي عند مسؤول هذا الشيء كامل، هما الشناقة اللي كيعاودوا الحوت ببيع مرة جوج مرة سبعة خمسة مرات باش كيوصل لنا حنايا غالي.